معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر، إذا يعني نشوة النصر لدى السيد أبي أحمد واضحة، حتى يعني أقوال وأفعال الجيش الإثيوبي الآن، لكن أين نتوقف في هذه المرحلة ما بعد الانتصار؟ ماجد، بطبيعة الحال أبي ربما فخور بهذه الانتصارات، خاصة وأنه قد شارك فيها بعد ربما فشل المساعي الأفريقية والأمريكية لحل النزاع بين جبهة تحرير تيغراي وحكومة أبي أحمد. يعني هذا القتال ينظر إليه هنا في أديس أبابا إلى أنه ينتمي إلى جبهة تحرير تيغراي ولا يمثل الشعب الأثيوبي، ولذلك وقف الشعب الأثيوبي مع أبي أحمد عندما توجه إلى مناطق العمليات، خاصة وأن جبهة تحرير تيغراي فيما سبق قالت أنها قريبة من أديس أبابا، وفيما بعد أعلنت انسحابها. لكن هذا الانسحاب غير مبرر لدى يعني الكثيرين من الشعب الأثيوبي، وكذلك لدى الحكومة الأثيوبية التي تقول أنها دحرت جبهة تحرير تيغراي وعادتها ربما إلى الأقاليم. الجبهة نفسها تقول بأن الحكومة الأثيوبية استخدمت تقنيات وطائرات مسيرة، ولذلك ربما استطاعت أن تفعل ما وصلت إليه الآن. الحكومة الأثيوبية تنفي ذلك وتقول أن قوة الجيش الأثيوبي وكذلك معرفتهم بهذه التضاريس جعلها تصل إلى هذه المرحلة. المجتمع الدولي ما يزال حتى هذه اللحظة ينظر إلى هذا الملف الشائك وعدم الوصول إلى إمكانية حله مرة ثانية. كانت هناك توقعات بأن يصل المبعوث الأفريقي هنا لفتح صفحة جديدة من الحوار، لكن فيما يبدو أنه لا جديد. كانت يعني أثيوبيا أشارت إلى أن هناك حوار سيشمل المكونات السياسية والمجتمعية، لكنها بالطبع قالت أن الجبهة الشعبية لن تكون جزءا من هذا الحوار في وقت سابق. ماجد من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، شكرا لك.